يبقى هنا محل الاشكال. فلما ربنا يقول لا ينهاكم الله، دي اللي فاتت الشيخ العوني والمطفيري معاه في اللقاء، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. تبر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني ايه بقى؟ لم يقاتلك في الدين، هو عابد صالح، هو مسيحي، هو يهودي، هو ملحد. يعني عبد الصنم انتوا عارفين احسن من ملحد، لان عبد الصنم يقول لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، انما الملحد يقول الله ده مش موجود. انت بتضحكوا بيها، ده كلمه بتضحكوا بيها على الناس، مفيش الله اصلا. كل الناس دي دماءها عندنا كمسلمين مصانع. ليه؟ ده مش مصانع بس، ده انت تحسن اليه وتبره وتكون عدلا معه، ده نصوص القرآن الصريحة الواضحة التي لا تحتمل معنيين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى هقف عند أن تولوهم دي بعد قليل لأنها موضوع خطير جدا. يبقى ينهاكم الله عن الذين إيه؟ قاتلوكم في الدين. يعني هو السبب ان انت لازم ما تبقاش عامل موالاة مع دولة، السبب ايه يا سيدي؟ انه قاتلني في الدين، عايز يحولني من مؤمن، او بلاش مؤمن لانه مش شايفك مؤمن اصلا، لا، عايز يحولني من الاسلام، من دين محمد والخضوع لمن ازعم انه ربي وخالقي، الى مثلا عبادة الاصنام، وقلنا مش اسلام، وقلنا الحاكم، واخرجوكم من دياركم، وكمان بيطردك من بلدك، بيطلعك من، اذا ما سمعتش الكلام لنرجمنكم او لتعودن في ملتنا، يا اما لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، اختار لك واحده من الاثنين. يا انت اطردك من المكان، مش عايزين تقعدوا معانا بقى، ممنوع التحد معانا، يا اما ان انت تبقى تعبد اللي احنا بنعبده. هنا اخرجني بسبب الدين ايضا، اوكي. وبعدين الثالثه ايه؟ وظاهروا على اخراجكم، يعني بيعاون اللي بيطردك، بيدي بده بالسلاح والاسلحه. ربنا بينهانا عن ايه؟ ان تولوهم، ان انت تكونوا وليا معهم. هنا بقى نقف عند ولي، لان دي بقى ايه؟ ازمه كبرى دي. ايه ازمه كبرى بتاعت الولي دي؟ انتوا عارفين الايام دي الجماعه السلفيين والوهابيين عندهم اشكال. طبعا اذا كنت انا قبل ما انهي دي، اذا كان انا الاسلام يحرضني ويحثني ويشجعني ان انا اكون بارا مع عبد الصنم والملحد والمسيحي واليهودي ومن لا دين له ولا له، طالما لا يقاتلني في الدين ولا يخرجني، ان اكون بارا بهم ومقسطا عادلا معهم. طيب انا كمسلم لو انت رايتني كافر لعمل عملته او تصرف تصرفه، هل يباح دمي ولا تكون برا معي؟ يعني خليك اقف عندي، يعني الكافر اللي هو كافر علنا بكل الاعتبارات الدينيه في الاسلام وهو ملحد لا يؤمن بوجود الله، انت بامر من الله مطلوب ان تكون برا معه ومحسنا اليه وعدلا معه. طيب لو انت حضرتك بقى شفتني انا طارق، شفتني انني عابد صنم، شفتني انا ملحد، شفتني انا مشرك، شفتني انا كافر، مع اني لسه بقول الكلام اللي هو ايه اللي انت برضه بتقوله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقيم الصلاه واتي الزكاه واصلي واحج بيت الله الحرام في نفس الشهر واعمل اللي انت بتعمله، لكن هعتبر ان انت شايفه ده كله منقوط وما ليسش حاجه. الا تكون بارا معي؟ الا من الانصاف الراجل اللي بيعبد الصنم انت مطلوب منك، طالما ما جاش جنبك ولم يقاتلك في الدين ولم يخرجك من ارضك، انت مطلوب منك بامر من الله ان تكون بارا مقسطا عادلا معه. طب لو انت شفتني انا زيه، بس انا مسلم بقول الكلام زي اللي انت بتقول، تقوم تستبيح دمي؟ هي دي المعضله اللي محمد بن عبد الوهاب كان غبيا
احسنني في جبهة وهابي. كان غبيا لا يفهم الاسلام. وابن تيمية ايضا في بعض الجوانب كان بنفس المستوى من الغباء اللي بيسموه شيخ الاسلام. لانه انا بقول قرآن، ما بقولش لا قال امام فلان ولا قال علان ولا قال حتى رسول الله. ده اللي بقول قال الله صراحة لا تحتمل معنيين. ما فيش حاجة تنقض هذا القرآن. واحد يقول لك ان الاية دي نسخت يبقى حمار. ما علاقة النسخ بهذه المسألة؟ ربنا حط قانون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. خلاص قانون القتال في الاسلام واضح، ان تقاتل من يقاتلك وانت محرم عليك ان تعتدي.